فالتضحية مطلب عظيم في ديننا العظيم، وليست التضحية بأن أريق دم بعض الأنعام، فالتضحية معنى أعظم وأشمل، إنها في حقيقتها توحيد خالص لله، وإنها في حقيقتها عبودية لله جل جلاله، وإنها في حقيقتها ذكر وشكر وفكر وصدق وإخلاص مع الله جل جلاله، وإن فيها من المعاني الإنسانية من التعاون على البر والتقوى ما فيها أيضا. ولو أننا عدنا إلى آيات من سورة الحج وهي تحدثنا عن هذه المناسك أو عن هذا النسك، سواء الأضحية منها أو ما يتقدم به الحجيج بين يدي ربهم من هدي التمتع والقران ونحوه، فإننا نجد مصداق ذلك وهي تؤكد تلكم الآيات، إذ تحدثنا عن هذه النسك تؤكد على قضايا التوحيد والعبودية الخالصة لله والصدق والذكر والشكر والفكر والإخلاص. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن لنذكر الله جل جلاله، لنوحد الله جل جلاله، لنعلن عبوديتنا واستسلامنا لله كما استسلم إبراهيم وابنه، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إذن القضية أن الله يريد قلوبنا، أن الله يريد عقولنا، أن الله يريد مشاعرنا، أن الله يريد جوارحنا أن تخضع له وتستسلم لأمره سبحانه وتعالى. فهل أرينا الله من أنفسنا ذلك؟ ثم عندما يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إذن يرشدنا إلى العمل الصالح وإلى تعاون أبناء هذا المجتمع وأنواع التكافل بين هذا بين أبناء المجتمع. فهل تحققنا بمعاني الأضحية؟ إذن ليبين سبحانه وتعالى بعد ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلاستشعرنا معنى التوحيد الخالص لله ومعنى تعظيم شعائر الله وأننا إذ نتقرب بهذا النسك فإنما نعظم ما عظم الله جل جلاله كناية عما في قلوبنا من تعظيم لأمر الله. فما بال الإنسان قد يعظم أمر الله في جانب ثم لا سمح الله يستخف بأمر الله في جانب آخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم يبين لنا مرة أخرى كيف أن معاني الأضحية والنسك هذه تتجاوز معنى إراقة الدم، ليقال لنا ليقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه حقيقة الأضحية، وهذه المعاني هي التي تولد في الإنسان معنى التضحية، معنى التضحية بالمعنى الشامل، تضحية بأهوائنا، تضحية بشهواتنا،
تضحية بمصالحنا لأجل مرضات الله سبحانه وتعالى، تضحية بأوقاتنا لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة التضحية وهذه حقيقة الأضحية، مع صدق وأخلاص فيها لله سبحانه. لذلك كان بعد ذلك مباشرة قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن لتقودنا للحديث عن قضية التقوى في ظلال التوحيد، ومن حقيقة هذه التقوى ما بدأت به الآيات قبل ذلك، وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. ومن حقيقة هذه التقوى العمل الصالح بمعانيه الشاملة. فما معنى أن يدعي الإنسان أو أن يتقرب إنسان بأضحية ثم هو يعق جيرانه، ثم هو يعق أباه، ثم هو يؤذي، ثم هو يظلم، ثم هو يأكل حقوق الناس بعد ذلك؟ ما معنى أنه يقدم هذه الأضحية وهو لا يتقدم بعمل صالح بالمفهوم الشامل في ديننا العمل الصالح؟ إذن هي دعوة إلى كل ألوان العمل الصالح في حقيقة الأمر، وليست مجرد إراقة دم على ما في إراقة الدم، مع حسن الصدق والإخلاص لله من معان عظيمة يتقرب بها الإنسان بين يدي ربه. وإذ دعتنا إلى التقوى فإنها تدعونا إلى معان عظيم اشتمل عليها هذا الدين، نفهمها من خلال قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما قامت الدنيا وما قامت السماوات والأرض إلا على العدل، وأي خروج عن العدل يمحق أصحابه تماما. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولكن انظروا إلى هذا التوجيه الرباني العظيم مع العدل الذي هو أداء الحقوق كاملة تامة من غير نقصان ولا زيادة، يدعون إلى الفضل ويدعون إلى الإحسان ويدعون إلى التسامح. وعادة إنما يأتي الإحسان والتسامح من جهة ربما كانت عندها من القدرات والقوى والمركز ما هي أقوى من غيرها فيه. إذن أيضا لا تقل لي إنني أقمت العدل، بل ومطالب منا أن نقيم الفضل والتسامح والإحسان والزيادة والعفو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم ماذا؟ وإيتاء ذي القربى. إذن هنا أن يوجد هذا المجتمع القائم على التكافل والتراحم والتعاون مع ملاحظة الأولويات في ذلك، وهذا كله وحده لا يكفي. لابد أن يكون هنالك مجتمع الطهارة، مجتمع النقاء، مجتمع الصفاء، مجتمع الأخلاق، مجتمع التزكية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا لم يتطهر هذا المجتمع من الظلم، وإذا لم يتطهر هذا المجتمع من الفحشاء والمنكر والبغي والتجاوز والاعتداء على الآخرين، إذا لم يتحقق هذا المجتمع بعد ذلك بأداء الحقوق إلى أصحابها، فأي أضحية بعد ذلك ندعيها، وأي أضحية بعد ذلك نتقدم بها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.